خبر عمل حالة من الجدل في المجتمع التونسي وكذلك المجتمع العربي والإسلامي بعد قرار رئيس الوزراء التونسي بمنع النقاب في المؤسسات والمصالح الحكومية بين قوسين لدواعي أمنية. القرار جه على خلفية التفجيرات اللي شهدتها تونس خلال الأيام اللي فاتت، ونص القرار يمنع أي إنسان يغطي وشه أو مغطي وجهه من الدخول إلى أي مصلحة حكومية أيا كانت وتحت أي ظرف. قرار بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في الجريدة الرسمية عمل حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فيما وصفوا البعض أن القرار مخالف أصلا للدستور التونسي اللي بينص على الحرية، حرية الاعتقاد وحرية الملبس. رنا العودة بتقول وين الحرية الشخصية اللي كانوا يدافعوا تونس عنها، ولا حرياتهم تقتصر على ناس وناس؟ وهاشتاج حظر النقاب في تونس اللي تصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت بعدد تدوينات قارب على 130,000 تدوينة، طبعا معظمها غاضبة من هذا القرار. كيما بتقول كيف لدولة تدعي حرية وتعبير، حرية وتعبير وديمقراطية أن تحظر نقاب؟ هذا لا يجوز، شيء غريب من دولة إسلامية وعربية. كذلك هاشتاج حظر النقاب في تونس. ده كان بعض من التدوينات اللي رافضة لموضوع حظر النقاب، لكن كان فيه البعض الآخر مؤيد لهذا القرار. ربما تستغرب أن أحد هؤلاء كان مواطن سعودي وبيقول أنا سعودي مؤيد حظر النقاب في تونس لأن الدين لا يلزم بذلك. والواقع تغير وصار أمر لابد منه كشف الوجه لضبط الأمن وأيضا لعدم خداع الشباب. أنا مش عارف إيه علاقة كشف الوجه بالأمن وكذلك بخداع الشباب. آخر تدوينة في الموضوع أيضا من بعض المؤيدين لهذا القرار، واضح جدا أنه هو مواطن تونسي مسافر، بيقول حظر النقاب في تونس النقاب خطر أمني ومنظره غير حضاري، قرار صائب بطبيعة الحال. الموضوع عامل حالة من الجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس اللي دستورها بينص على أنها دولة ليبرالية والحرية الشخصية بيكفلها الدستور والقانون.